مش الزياده السكانيه يا دكتور مش هي السبب، مش ثوره يناير يا باشمهندس مش هي السبب، انما خيبتك التقيله خيانتك هي السبب. وافكرك بالتواريخ، ادي التواريخ اهو مصادر قدام حضرتك كلها عشان ما نرجعش الموضوع تاني. ادي يا بيه من اول 23 مواقف السيسي مع عمال اسد النهضه، من اول 20 يوليو 20 اثيوبيا بدات الملء الاول للسد، مصر السيسي بيقول لك لا يجب ان تمس نقطه مياه مصر. في يوليو 21 اثيوبيا اكملت الملء الثاني، مصر السيسي طلع قال مياه مصر خط احمر واللي عايز يجرب يجرب. والسيسي قال لك نطالب باتفاق ملزم بشان ملء وتشغيل السد. يا سلام على الاعداد لما يكون رايق. اغسطس 22 اثيوبيا كملت الملء الثالث، مصر السيسي قال لك محدش هيقرب من ميه مصر وسقف تسقيف امال. وبعدين السيسي يطلب مساعده امريكا للتدخل على هامش قمه ثنائيه. في سبتمبر 23 اثيوبيا ملت الملء الرابع وتزعم انه الاخير، مصر السيسي قال لك لولا احداث 11 ما كانش سد النهضه ده هيكون موجود. ديسمبر 23 اثيوبيا بتجهز للملء الخامس، مصر بنشارك في فوضات جديده حول ملء السد بأديس أبابا. وزمايلي في الاعداد اللي عاملين المجهود الرائع ده نسيوا ان اثيوبيا لما مصر قعدت معاها قالت لهم بقول لك ايه؟ سيبك من السد النهضه، تعالى نتكلم في سد جديد. اه والله وزير الري مصر قال كده. قالوا لنا تعالى نتكلم في مشاريع جديده. خلاص سد النهضه ده خلص. نتكلم في مشروع جديد. لكن المفاجاه بقى مفاجاه جديده بنحضرها لك عشان اثيوبيا هتمنع الميه خالص عن مصر. اثيوبيا قفلت فتحات التصريف بتاعت السد عشان تبدا الملء الخامس زي ما قال الخبر ده. العقاريه كارثه جديده، غلق فتحتي مياه سد النهضه امام دولتي المصب، واثيوبيا تصر على الحاق الضرر بمصر، المنسوب يتراجع. ازيك بقى على راي شاديه؟ الكوارث اللي تسبب فيها السيسي للشعب بسبب ملف النيل مش قليله. الكوارث دي اتكلم عنها العالم المصري الدكتور عصام حجي من فتره، لخصناها لكم في الجراف ده. بص يا بيه، كوارث مسد النهضه بحث علمي للدكتور عصام حجي. اولا تراجع الرقعه الزراعيه 72%، 72% الرقعه الزراعيه. اثنين، عجز مائي عن حصه مصر 40%، 25% زياده معدل البطاله، 8% انخفاض الناتج القومي للفرد. ده الدراسه اللي عملها العالم المصري الدكتور عصام حجي بعد ازمه سد النهضه، انه هيتاكل الارض الزراعيه 72%، وان عجز مصر الماء هيبقى 40%، وان معدل البطاله بقى 25% زياده، وان انخفاض الدخل القومي لمصر الحقيقه 8%. انا اقول لك بقى حاجه ما ذكرهاش الدكتور عصام حجي، الارض الزراعيه مش بس بشر، انما الفلاح بيبقى عنده معيز وبهايم وحاجات من دي بتساعده في الزراعه وبتنتج لبن وبناكل منها احنا. لما تنخفض الرقعه الزراعيه 72% انت الثروه عندك الحيوانيه هتتمرمط. إذا هو ده كلام الدكتور عصام حجي، بس هو الدكتور عصام حجي ما جابش تأثير ده على الثروة الحيوانية اللي عندك. وثروة حيوانية يعني لحوم ولبن وحاجات كتير جدا وبيض وكتير يعني. فأنت عندك خلاص يعني لما 72% من مساحة الأرض الزراعية تتآكل، ده معناها إن جزء كبير من الثروة الحيوانية عندك هيتدمر. كمان المساحة الزراعية في مصر هي كمان في خطر، وبتواجه فقد نسبة كبيرة منها بسبب سد النهضة. وتأكيدا لكلام الدكتور عصام، ده اللي قالته روسيا اليوم في الخبر ده، مصر تحذر من فقدان 15% من رقعتها الزراعية بسبب أثيوبيا. الكلام ده كان في شهر 3 يعني من سنة وشهرين. قال وزير المياه هاني سويلم أن استمرار التحركات الأحادية من جانب أثيوبيا يشكل خطر وجودي على 150 مليون مواطن. مش بس كده، انت كمان عشان تعالج المشكله بتيجي على اكل المصريين وبتحارب الفلاحين. وبدل ما تشجعهم على زراعه الرز رحت منعت زراعه الرز. واي حد هيخالف
هيتعاقب زي ما الخبر ده بيقول في القناة العربية. الري بيقول اهو حظر زراعة الرز في غير المناطق المصرح بها وغرامات للمخالفين.